الاهلي المحاولة من مهدي باقر الى اوتشي. اوتشي مرة كرة عالية لدييغو حبيبي مرة الى اوتشي. اوتشي في الشباك. انا ما راح اتحدث عن كرة عابد، راح اتحدث عن لمسة سالمين. وحاول المرور الى اوتشي يلعب لكرة والاهلي يعود ويقلص الفارق. الان ابراهيم يعطي تعليمات يتابع قد يوصف. بعد ذلك الى حسين عبد الجليل يلعب كرة خلفية لاوتشي. اوتشي يمرر سيد عباس يمرر لاوتشي يحول كرة يمر 63 دقيقة مضت الآن من زمن الشوط الثاني من المباراة. في الجانب الأيمن فرص شوط المباراة الثاني قليلة جدا بل هي نادرة من شوط المباراة الأول. الأهلي يبادر بالهجوم يحاول معادلة النتيجة في شوط المباراة الثاني. المحاولة الآن في المنتصف سريعة دييغو مرة ثانية أوتشي. أشاهد شكلي عدنان خلاص ما عاد الأمور فيها أي انتظار، ما عاد الأمور فيها أي ترقب إلا بكرة حاضر. السيد محمود جلال أوتشي هجومية لكل الفريقين، الهدوء خيم على شوط المباراة الثاني بشكل أكبر من كلا الفريقين. كرة تتحول الفرص قليلة جدا والمحاولة تصل الآن إلى الجهة الهجومية لكل الفريقين، الهدوء خيم على شوط المباراة الثاني بشكل أكبر من كلا الفريقين. كرة تتحول الفرص قليلة جدا والمحاولة تصل الآن إلى الجهة السريعة إلى الأمام واصلة لأوتشي اللي سيلعب كرة طويلة بلا شك لكسب الوقت القادم الآن في الشوط الثاني من المباراة. فعلا كرة طويلة إلى الأمام تتحول بعد ذلك لأوتشي. ينحل في المباراة النادي الأهلي أيضا المباراة السابقة اللون الأبيض جميل لاعب قادم من البسيتي، لكن هذا اللاعب بدايته اللي الصالح الشرقاوية على مرمى الأهلي، ولكن حتى الآن تبقى النتيجة سلبية إلى ركلة مرمى دائما على التنفيذ هو النجيل أوتشي. كورة إلى محاولة أوتشي والتغطية كورة إلى باتجاه كلايتون خطأ للصالح الأهلي بعد البداية الرائعة اللي كانت للرفاع الشرقي في الدقائق الأولى والهجوم القوي. الدقائق الأخيرة الهجوء عاد وسط الملعب، أغلب الكرات محصورة في وسط الملعب. بيبحث عن فيصل بدهوب هو اللي دائما ما يصنع الفارق، هو اللي خروج أكثر من رائع لالتقاط الكرة الأخيرة. هنا أوتشي أوتشي ثقة كبيرة خروج أكثر من رائع لالتقاط الكرة الأخيرة. هنا أوتشي أوتشي ثقة كبيرة مع هذا المدرب يغسل في اليسار ومشتبه في اليمين وبعدين كلمتهم في جهة اليمين. نعم كابتن صديق الحالة يساعدون عن طريق الحالة والأهلي لم يشاهد إلى الحالة البرتقالي وهو يتمنى أن يكرر إنجازه في هذه المسابقة من أجل الفوز في هذه المباراة. خطأ قادم للأهلي وأوتشي في تنفيذ الخطأ القادم عالي من أوتشي عالية الأهلي. لاحظ هنا أوتشي عالي من أوتشي الرأسية من الهداف فيكو والهدف الأول يأتي لل وأول أهداف في المباراة هدف أول للأهلي عن طريق ديجو. ديجو يفتتح التسجيل جيد. إدارة الحالة جلسة الثقة مرة أخرى قبل بداية في غضون في غضون هذا الأداء الغير مرضي من جانب لعبة الحالة تقدم بهدفين إلى شيء عن طريق ديجو
في الدقيقة 11 برأسية وفي الدقيقة 17 بانفراد وتسديدة في المرمى هي مبعدة من أوشيه أحمروا الفرص وتقدموا بهدفين عن طريق ديجو البرازيلي. أوشيه البرازيلي لنضال محمد فؤاد ولي لكن هي مقطوعة لأوشيه. أوشيه فريق من نهاية الشوط القسم الثاني في دور الدرجة الأولى ولكن لدينا خطأ قادم ومباريات الكؤوس لا تعترف بنتائج الفرق في الدوري. هذا رهان البدراني الآن في الثنائي هناك ديجو وكلايسون هون يعني أهلاوية كرة خطيرة تبعد من أوشيه تبعد من أوشيه تصل لأوشيه يحاول يهدي أوشيه يمرر أوشيه إلى مصطفى عبد علي من خطيرة تبعد من أوشيه تبعد من أوشيه تصل لأوشيه يحاول يهدي أوشيه يمرر أوشيه إلى مصطفى عبد علي من الجهة اليمنى. هو دييغو مجموعة اللعيبة اللي بتشارك النهاردة بالنسبة لفريق لتلك الليالي الجميلة تمشي على طول الكرة تاني محاولة خطيرة والتصويب ولكن يطلع دفاع تحضير ما بيتمش بأريحية موسى نير دعم رقم 24 في الايه زدنا في الايه في هذه البطولة تمشي على طول الكرة مرة أخرى تاني أمامية لكن يطلع دفاع يطلع دفاع خمس دقائق لا عنده مشاكل ومركزين عليها قوي عجبني فريق ناري ناري يلعب على طول أمامية موسى ناري تحضير لكن يستخلص الدفاع ما الدفاع هتكون خطيرة هتكون خطيرة هل ممكن يكون حساب الشيء قد دفاعي يضغط تاني على طول في اليسار يضغط أوتشي أوتشي ناظر عليه علامة ما الدفاع هتكون خطيرة هتكون خطيرة هل ممكن يكون حساب الشيء قد دفاعي يضغط تاني على طول في اليسار يضغط أوتشي أوتشي ناظر عليه علامة الحكم ولا حكم موضوع خلص موضوع كبير